السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة هقدم لكم حاجة خفيفة وسريعة، حاجة حلوة. احنا قدمنا بقالنا شوية كده شوية اطباق حادقة خفيفة، النهاردة هنقدم برضو حاجة خفيفة وحادقة، بس هي ليها شغل مرتين، في مرة بوتاجاز ومرة بره بوتاجاز. هنعمل كيكة البودنج او كيكة البسكويت او بودنج البسكويت. بودنج البسكويت ده انا اتعلمته من حميدتي الله يرحمها، بقالي 25 سنة، هي اول واحدة علمتها لي، ومن ساعتها انا بعملها لولادي من هم صغيرين، وكانت حلوة جدا وتعجبهم جدا جدا، واكلة خفيفة جدا للصيف وفي منتهى الجمال. مكوناتها كلها موجودة عندنا، مكونات عبارة عن باكوات بسكوت شاي اي نوع اللي انت عايزاه. انا واخدة من ده شاي بسكوت، واخدة منه حوالي 15 واحدة، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان بقت قليلة ما فيهاش. 3 معالق كبار كاكاو خام، سكر للتحلية، 3 معالق نشا، هقول لكم ليه هنعمل بيه ايه، مية للنشا هنخفف بيها النشا، ومج مية، مج مية كبير، وهنعيد المكونات تاني لما نيجي نطبق البتاع. وكيلو ونص لبن، كيلو ونص لبن. دلوقتي هقول لكم هنعمل ايه. ده كيكة البودنج ليها طريقتين وليها مرحلتين في الاكل، مرحلتين في الطبخ بتاعها، اول حاجة على البوتاجاز وتاني حاجة بنطبقها بره البوتاجاز. هنا يا جماعة ده اللبن، غليناه لبن بلدي، لبن مغلف، مفيش اي مشكلة، المهم بس يبقى دافي شوية، احنا لازم نسويه على النار لان هبتدي احط له حاجات تانية، هنبتدي نعمل المهلبية او البودنج. ده اللبن خلاص غلي مني، ماشي، هبتدي احط 3 معالق كاكاو، كاكاو خام، مش عايزه كاكاو نسكويك، لان هقول لكم ليه كاكاو الخام، كاكاو الخام بيدي لون حلو قوي في الاكله دي. هنبتدي نقلب، عايزه كاكاو كله يدوب، ماشي، هو هنا لونه فاتح قدامكم، لكن لا هو لونه غامق، هو لونه مغمق شويه هنا مع الاضاءه بتاعه الموبايل بيفتح شويه اللون، وطبعا كل ما هتبرد كل ما هتغمق شويه، ماشي. لو عايزه تكتري الكاكاو مفيش مشكله، يعني انت لو عايزه تكتري الكاكاو وحاسه ان هو فاتح مفيش اي مشاكل. هنبتدي نقلب كده، نقلب تقليب ده كله عشان انا بدوب الكاكاو، ماشي. هبتدي انزل بالسكر، السكر بقى زي ما انت عايزه، ماشي، سكر التحلية، لان هي دي التحلية الوحيدة، مش هنحط حاجة تاني تحلي، هي دي التحلية الوحيدة اللي احنا هنستخدمها. هو ده البودنج، خلي بالك حضرتك البسكوت مش عايزينه يبقى مسكر قوي، بسكوت الشاي العادي جدا اللي هو سكره بسيط وقليل مفيش اي حاجة. ماشي، هنبتدي نقلب السكر عشان ندوبه، ونقلب الكاكاو يستوي شويه جوه اللبن، ماشي. على فكره الاكله دي حلوه قوي، ما تقوليش يعني ايه حاجه سخنه، لا هي بتتاكل وهي بارده وبتقعد في الثلاجه، بتطلعي منها قطع بتبقى حلوه جدا، ممكن تعمليها ايتمز واحد يعني صينيه واحده زي ما انا هعملها، او تعمليها في بولات صغيره تبقى جميله جدا وخفيفه جدا للولاد وليكي، وتحلوه قوي، وبتستفيدي بالبسكويت اللي الولاد ما بياكلوهوش، ممكن في ولاد ما بيشربوش اللبن، نعملها يشربوا بيها اللبن، حلو جدا، وكاكاو حلو جدا للاطفال، ماشي. هنا هنبتدي نحط النشا، دوبناه، ماشي، 3 معالق نشا دوبناهم، وهنبتدي نقلب. هنفضل نقلب فيها لحد ما تتماسك وتبقى قوامها غليظ، عشان خاطر نبتدي نشوف احنا هنعمل ايه، هرجع لكم تاني. هنا يا جماعة فضلت اقلب فيه لحد ما الكاكاو كله داب والنشا كله داب، بصوا خلاص تخن بقى غليظ يشبه البشاميل، ماشي. ده كيلو ونص لبن بلدي او بحيرو او جهينة او انجوي، عليه 3-4 معالق كبار كاكاو خام. اولا كاكاو ملهوش معيار لسبب بسيط جدا،
انك انت كل ما هتحطي بتزودي القيمه الغذائيه وبتزودي اللون يبقى غامق، وثلاث اربع معالق نشا، ثلاث اربع معالق نشا كبار، وشويه ميه لتخفيف النشا، والسكر التحليه. سكر التحليه ده حسب مزاجك انت، ملهوش اي حاجه تانية. ماشي، احنا دلوقتي هنستناه يهدى شويه يبرد حاجه بسيطه بس، وهقول لكم نطبقه نعمله ازاي. راجعه لكم تاني يا جماعه، رجعنا لكم تاني. احنا هنا هنعمل كيكه البودنج. ده البودنج بعد ما استوى خلاص وهدي شويه. ماشي، هنبتدي دلوقتي نطبقه نشوف هنعمله ازاي. وده البسكوت اللي انا بستعمله، بجيب من دي كرتونه كرتونتين ثلاثه بشيلهم عندي. كرتونه ب 10 جنيه وب 11 جنيه زمان، دلوقتي غليت طبعا بقت ب 15. دي بجيبها نوعها خفيف جدا ماشي وحلوه وبتنفع في الحاجات اللي زي كده. دي 15 واحده، 14 15 حسب ما تاخد. ودي الصينيه، دي صينيه بايركس اللي انا بستعملها، دي الصينيه البايركس ماشي. ودي شوكولاته للوش. هنشوف هنعمل ايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي نقرب كده وناخد كبشه ونحطها في الصينيه من تحت، ناخد كبشه تاني ونفرش بيها الصينيه. ماشي، احنا عايزين نغطي الصينيه خالص بالصوص ده، طبقه كده زي طبقه البشاميل بالظبط، اكنك انت بتعملي بشاميل، اكنك بتعملي مكرونه. وهنبتدي نحط البسكويت ماشي باي شكل انت عايزاه، ملهوش شكل محدد وملهوش عدله محدده وملهوش زي ما بيقولوا لا ده مربع ده مستطيل ده متكسر ولا اي حاجه. انت حضرتك الوصفه دي بتلم كل البسكوت اللي عندك، تبقى حلوه جدا وخفيفه جدا وكويسه جدا للاولاد وللاطفال ولينا احنا الكبار كمان، يعني احنا بناكلها كمان تبقى ساقعه وحلوه جدا. كل ما تزودي القيمه الغذائيه بتاعتها كل ما بتكون مفيده جدا للاولاد ولينا، يعني لبن، عايزه تحطي مكسرات حطي، عايزه تحطي فواكه مسكره حطي، عايزه تحطي قطع شوكولاته حطي. دي حاجات انا مش بايدك باي حاجه خالص، احنا دي مجرد افكار انا زي ما قلت لكم انا اتعلمتها من حماتي الله يرحمها، بقالي حوالي 25 سنة حماتي عملتها لي وعلمتهاني وكنت لسه عروسة جديدة. بصراحة انا من ساعتها وانا بعملها وابتديت اعملها لولادي، ولادي بقى بيحبوها. هنبتدي نعمل ايه، نحط طبقة تاني، هنداري بقى كل البسكوت ماشي. الطبقة التانية دي بقى نداري جميع انواع البسكوت، هنداري كل البسكوت كده خلاص كده خالص. بصي مش عايزه بسكوت يبان خالص ماشي، دارينا البسكوت خلاص. نبتدي نعمل ايه، نبتدي ناخد بسكوت تاني ونحط تاني. انا دي الطريقه دي نزلتها في قناه التلفزيون حوالي من 4 سنين، كانت في مونتاج عجبت كل اللي في القناه جدا، واللي جم صوروا عندي في البيت هنا يعني ما كانوش متخيلين انها تبقى بالمنظر ده. وبقول لحضرتك دي لما بتبرد بتبقى خطيره، تبقى في منتهى الجمال. ممكن وانت بتدوبي الكاكاو مع اللبن تقدري تحطي شوكولاته، دوبي شوكولاته تبقى حلوه جدا. بس يا ريت نجيب كاكاو نضيف، ان كاكاو اليومين دول اللي في السوق مش نضيف، مش حلو، ما بيدوبش بسرعه، بيعمل كده زي كلاكيع صغيره، ما بيدينيش دوبان كويس. تاني ازاي، نبتدي بصي اي حته فاضيه عايزه تحطي عليها حطي، بس ما تحاوليش تحطي اتنين فوق بعض، كسريها وحطيها كده لسبب بسيط، عشان الاتنين فوق بعض هتبقى الايه ما فيهاش ما بينهم الصوص، هتبقى مش حلوه. ماشي، كسر حطي في الاماكن اللي هي ايه ما فيهاش. نبتدي نعمل ايه تاني، نبتدي تاني نقلب الصوص وناخد تاني. انا زي ما قلت لك اقدر اعملها كده في حاجه كبيره زي دي، صينيه كبيره. بصراحه انا بالنسبه لي البايركس بينفعني جدا في الحلويات، انا بحب اعمل رز بلبن في البايركس، وبعمل الجيلي في البايركس، وبعمل الحاجات دي في البايركس. وكل واحد اللي عايز بياخد من الطبق بتاعه وبياخد الكميه اللي هو عايزها، بدل ما تفضلي تملي الثلاجه اطباق اطباق صغيره او بولات صغيره وتضايقك وغسيل ومش غسيل، لا هي كده حلوه جدا. وبصراحة بحق ربنا انا خدت الفكرة دي من الاخوات السوريين، شوف افراحهم بشوف حفلاتهم
بتلاقيها عمالك الجيلي كله في بايركس واحد، رز بلبن في بايركس كده. لازمتها ايه بقى المواعين الكتيره؟ مفيهاش اي لازمه يعني. ادي هنبتدي برضو نحط نعمل ايه، طبقات طبقات. طول ما انت عندك بسكوت حطي، طول ما انت عندك البودنج حطي. مش هبيأيد ان انا اقول لك لا طبقتين وبس او ثلاثة وبس، لا هي حطي افضلي لحد ما عندك الصينية اللي انت عاملاها او الطبق اللي انت عاملاه او الكاس اللي انت عاملاه خلص خلاص. تقدري تفرفتي البسكوت ده تعمليه طبقات وتروحي حاطه فيه البودنج، شكله حلو جدا. بس دي كده زي ما بقول لك كده هي شكلها هتاخد من ال 15 ل 14 علبه ال 14 كيس بسكوت بس. يعني انا شكلي مش هزود تاني، مش هعمل صف تالت، هي كده ثلاث صفوف بس، انا مش هعمل صف رابع. اي نوع بسكوت عندك، في ولاد كتير بياخدوا بسكوت في المدارس، فتره المدارس جايه ولادك يقدروا يفطروا بيها الصبح بالليل يتعشوا بيها، حلوه جدا. بصي دي شكلها، دي الطبقه الاخيره. هنعمل ايه في الطبقه الاخيره؟ هنقلب تاني برضو ونبتدي نغطي تاني. المره دي بقى ايه؟ تغطيه حلوه كده، يعني ايه حبه كده كويسين، عايزين طبقه كده كثيفه ماشي. واللي فضل عندك وما فضلش بسكوت فضيه في كاسات لوحدها، بيبقى طعمه في منتهى الجمال ماشي. هنبتدي كده برضو. بصي خلاص انا كده بداري البسكوت كله ماشي، كل البسكوت بداريه من اوله لاخره خلاص كده. طبعا هي لسه سخنه، مفيش مشكله خالص، مفيش اي مشاكل. دي شكلها بعد ما خلص. قدامنا حل من الاتنين، يا اما نرش نسيبها كده دي خلاص حلوه مش هتقول لك لا، يا اما هنمسك البسكوت لو فضل عندي بقيت بسكوت نبشره جامد ننعمه جامد ونرشه على الوش، يا اما هجيب شوكولاته زي دي، شوكولاته خام بتتجاب من اي حته وبقطعها بالسكينه بالمبشره وهبتدي ارش زي ما انت شايفه كده كده كده. شوكولاته بني، شوكولاته بيضه بتبقى جميله جدا بالشوكولاته البيضه بتبقى تحفه. وبصي الشوكولاته دلوقتي عشان هي سخنه هتبتدي تسيح، هتبقى في منتهى الجمال وهتدي طعم رائع. ادي كده احنا خلصنا كيكه البودنج او بسكوت البودنج او تورته البودنج. يا رب تكون عجبتكم وان شاء الله تعجبكم، واول مره اطلب منكم الطلب ده اقول لكم اشتركوا في قناتي وان شاء الله هتلاقوا كل جديد وكل سهل يعجبكم. انا حنان رمضان، باي باي.